سلام بنات والولاد، اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، اليوم فيديو جديد ونهار جديد ووصفه جديده ان شاء الله اللي غزاله بزاف بزاف. تقريبا بزاف الناس كيحمقوا على هاد الاكله اللي غادي نشارك معكم اليوم ان شاء الله، كتجي كتحمق. رجوع عندنا خالاتي ان شاء الله، داكشي علاش غادي نوجد لهم كسيكسو كيبان لكم بالجديد. وصوت هنايا هاد الكيكه اللي كتجي غزاله بزاف، هانتوما كتجي هادي لذيذه البنات ان شاء الله نشاركها معكم. وحتى الطريقه ديال التحضير ديالها ساهله، ما غاديش تاخذ لكم الوقت بزاف. مرحبا البنات، هنايا محطوطين كاع الحويجات اللي غادي نحتاجو ليهم كيبان لكم. غادي نقادو التليفون وندوزو المكونات اللي غادي نحتاجو للوصفه ديالنا اليوم. مرحبا البنات، ان شاء الله اليوم غنوجد معكم واحد الكسكسو اللي كيجي زوين بزاف، كيجي واعر الصراحه في المذاق. كسكسو البنات بالجديد، الاغلبيه ديال الناس راه كيحماقوا على كسكسو بالجديد. ما كاينه واحد الفئه قليله بطبيعه الحال اللي تقدر تكون ما كيعجبهاش الجديد، مي هو بصراحه البنات كيجي جديد بزاف، كيجي هكا بنين في الكسكسو ديالنا. اليوم ان شاء الله كي قلت لكم جاو عندنا خالاتي، داكشي علاش غنوجد لهم كسكسو بالجديد، خصوصا انه كيعجبهم البنات. وكيف بان لكم هنايا راه كاين كلشي. طبيعة الحال غادي نحتاجو السميده اللي عندنا هنايا في القصريه. انا البنات راه ديجا كنت حطيت معكم كسكسو، يعني بالنسبه للسميده راه نفس الحويجات كنديروهم اللي سبق لي ودات معكم في الفيديو الاول ديال الكسكسو. غادي نخليه لكم ان شاء الله في صندوق الوصف، اللي ما شافوش هكا يشوف الوصفه ديال الكسكسو. هذا الكسكسو البنات عادي، كنت درتو غير بالخضره، كيجي حتى هو زوين بزاف. مي بالنسبه للسميده راه نفس الطريقه. غادي نحتاجو بطبيعه الحال هنايا الزبيب، عندي هنايا الحمص ضروري بطبيعه الحال، وعندنا الجديد هنايا غادي نزيد عليه انا هنايا البنات اللحم. وعندنا بالنسبه للتوابل عندي شويه ديال السمن ضروري، غادي نحتاجو الابزار او فلفل اسود، عندنا الخرقوم عرق او الكركم، وعندنا الملح بطبيعة الحال اللي غنحتاج منه الصراحه غير واحد القبيصه. هنا يا بنات كيبان لكم الجديد ها هو، ومعاه الحيمات بطبيعة الحال. وغادي نحتاجو البنات الزيت العاديه وزيت نباتيه، وعندنا هنا يا بنات البصله ما بيناش لكم، ها هي عندنا هنايا البصله اللي انا ديجا منقيها، باقا ليا غير هكا نقطعها، وكاين واحد قبيطه ديال الربيع. المهم البنات دابا خديت واحد الكوكوط اللي غادي ندير فيها الجديد ديالنا. بالنسبه للجديد البنات واحد الحاجه بغيت ناكد عليها، الا كان عندكم البنات الجديد ديري فيه الملح مزيان، تقدروا تشلوه بطبيعه الحال الا بغيتوا، راه لكم الاختيار. انا هذا ما مكثرش فيه الملح بزاف، داكشي علاش ما شللتو ما حتى شي حاجه. مي الا كنتو عارفين راسكم دايرين واحد الكميه ديال الملحه وعرفتوا غادي يجيكم مالح، راه تقدروا تشلوه وما تكثروش الملح. الا كنتو دايرين الملح البنات من الاول، راه يفضل انكم ما تستعملوش ملح نهائيا. انا غادي ندير غير واحد شويه هكا بين صبعاني. وهنايا عندي الحيمات غادي نديرهم على قبل اختيدوني هكا، حيت ما كتاكلش الصراحه الجديد. ماشي مشكل، راه كيجي زوين اللحم الجديد، ما كيكون حتى شي فرق. هنايا البنات غادي ندير في النصاب غير جوج بصيلات فقط، يعني غادي نصب جوج بصلات، وما تبقى بطبيعه الحال غادي نديرو الكسكسو كفايه بطبيعه الحال اللي معروفه. هاد الكسكسو البنات راه كيجي غزال بزاف بزاف، وبطبيعه الحال علاش ما نعرفوش بحال هاد الاكلات المغربيه اصيليه البنات الدول هكا الخليجيه بطبيعه الحال. وقبيطه الربيع البنات غادي نديروها في اللون، وسمحوا لي الا كان شويه هكا ديال الصداع غير خالاتي هكا كيهضروا.
وهنا يا بنات عندي مطيشه اللي غادي نطحنها، مي ماشي دابا غادي نضيفها حتى تقلى ليا اللحم والبديت مزيان. المهم البنات غادي نحط هذا الكوكوط دابا فوق البوطه وغادي نشحر هاد الحويجات مزيان وهانتوما معايا. المهم البنات دابا درت الكوكوط باش يتشحر ليا اللحم والبديت، غادي ندوز دابا مباشره باش غادي نغسل البصل ديالنا اللي هي الدفايه بطبيعه الحال اللي كتجي غزاله بزاف. بالنسبه للدفايه البنات غادي نحتاجوا ليها البصله اللي غادي تكون طابت بحال شويه كثيره حيت انا داير كسكسو كثير، غنحتاجوا ليها سكر سنيده بطبيعه الحال ضروري، كنحتاجوا الزبيب، غادي نحتاجوا بالنسبه للتوابل الملحه بطبيعه الحال شويه البزار او فلفل اسود، غادي نحتاجوا القرفه وغادي نحتاجوا الخرقوم عرق او الكركم والسمن ضروري بطبيعة الحال والزيت العادية أو زيت نباتية، وعندي هنايا واحد الضوينة زيت الزعفران الحار. المهم البنات ندوزو مباشرة لقاد الحويجات. بالنسبة للسكر سنيدة البنات مغنحتاجوش دابا حتى طيب لينا البصلة مزيان، عاد باش غادي نغسلو بيها غنخليو هنايا على جنب. اما بالنسبه للحمصه البنات بينما تشحر القديد واللحم يتشحروا لينا مزيان غدا نضيف عليهم الحمص ونفت على الكوكوط باش يطيب ليا كلشي. المهم نبداو بالبصله غير الاولى طريق الحال في هاد الطنجره هنايا بسم الله. المهم البنات البصله كنقطع هكا طويله. المهم البنات غادي نقطع هاد البصيله كامله وغادي ندير ليها توابل وها انتما معايا. المهم البنات غادي نخلي هاد البصيله حتى تنزل ليا شويه يعني تدبل ليا، عاد باش غادي نزيد عليها الزبيب، هذا غنزيد عليها الزبيب بما هطات لينا البصيله ديالنا. اما بالنسبه للسكر سنيده البنات راه هو باش غادي نعسلو البصيله ديالنا وتجينا هكا معلكه. المهم البنات غادي نحط دابا الطماجره حتى هي فوق البوطه باش تثبت لينا هاد البصيله ديالنا وهانتوما معايا. البنات دابا من بعد ما تقلى القديد وهاد الحيمات تقريبا راه نص طيبه البنات خليتهم يتقلو مزيان مزيان، هما الحيمات ديالنا هانتوما راه تقلى القديد مزيان. المهم البنات طحنت مطيشه هنايا هانتوما، مطيشه البنات ما غاديش نكثر بزاف باش ما يجيش هكا الكسكسو غالب عليه مطيشه، غير شويه وصافي هاد القياس تقريبا الله. بالنسبه لهاد المطيشه البنات غادي نخليها شويه ونخليها هكا تقلى لينا مع هاد اللحم، عاد باش غادي نضيف لهم الحمص ما غاديش نديرهم جوج وكذا، نسبقوا المطيشه هي الاولى ونخليوها واحد شويه عاد باش غادي نزيد عليها الحمص. وهنايا راه كسكسو كطلع في الفوره هكا كيطيب. المهم البنات هانتوما معايا.
البنات هانتوما راه ما كاينش كيف تشوفوا بنات هكا كتغلي لينا مع هذاك الكبيب والحبات. غادي نزيد لهم دابا هذا الحمص بطبيعة الحال، المهم البنات تبان لكم مطيشة ولا سكتي بحال هكا تشوفوا فيها هاد العجينات. عاد باش نزيدو هكا الحمص بطبيعة الحال، ودابا البنات غادا ندير الماء اللي بطبيعة الحال يكون سخون. بسم الله صافي، باش غادا نسد البنات على الكوكوط ويطيب لي اللحم مزيان هو الكبيب، يعني غادا نسد عليهم حتى يطيبو. هانتوما معايا دابا البنات من بعد ما طابينا الكديك ديالنا هانتوما البنات صافي، راه غادي نبدا نسكي الكسكسو حتى هو واجد، غادي غير هكا نحلو وغادي نبدا نسكي وبسالة حتى هي راه كتعسل ليا بين ما حليت الكسكسو غادي تكون واجدة. المهم البنات خليكم مع الشكل النهائي. المهم البنات هذا هو الشكل النهائي ديالنا لهاد الكسكسو ديال اليوم اللي بالكديد اللي كيجي البنات غزال بزاف بزاف صراحه، طالع من واحد الريحه كتشهي هانتوما واللي كتوحم. تسمح لي بزاف البنات انا غير بغيت نشارك معكم الطريقه ديالي ديال تحضير الكسكسو بالكديد اللي كيجي زوين بزاف، كيجي فيه واحد المذاق البنات غزال بزاف بزاف. نتمنى انكم تجربوا بهذه الطريقه وتخليوا لي في التعليق زوينين بحالكم كيف غادي يجيكم، واذا كنتوا اول مره غادي تشوفوا القناه ديالي نتمنى انكم تشاركوا فيها وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد وتعملوا لايك ديالكم وما تنساوش تشاركوا الفيديو. نتلاقاو ان شاء الله فيديوهات جداد، صحه غداكم.